كتلفزيون الراي سعداء جدا بتجديد التعاون مع حمد العلي الشهير بحمد قلم في برنامجه حمد شو. هذا البرنامج قدم في تلفزيون الراي موسمين سابقين والآن يستعد لموسم الثالث. أعشق جدا الشاب الكويتي الطموح اللي عارف ايش قاعد يسوي، اللي عارف شنو ترتيباته. برنامج مع حمد شو أنا يعني دائما أصنفه من ضمن البرامج التوك شو، ولكن هو برنامج ترفيهي اجتماعي جماهيري. كنا احنا أول برنامج في الكويت وجود الجمهور فيه هو عنصر أساسي. صحيح في سنوات أو من انطلاق الإعلام شفنا الأساتذة يوسف الجاسم، محمد السنعوسي كان يحرص على برامج الجماهير، ولكن ب 2015 ردينا على هالجانب. فاليوم احنا برنامجنا مو موجه حق يعني فئة معينة، برنامج متكامل يحاكي الواقع الكويتي من خلال الضيوف، من خلال المواضيع اللي احنا قاعد نسويها. حمد دائما متجدد ويحافظ على طبيعته الأصلية، محبوب جدا ولا جماهيرية جميلة، نموذج يعني أتمنى ألقى الكثير من النماذج اللي تمتلك نفس المؤهلات والمقومات واللي قادرة أنها تشكل نجاح في السوشيال ميديا ونجاح خلف الشاشة. شركة زين حريصة أنها تشجع الشباب الكويتي، وهذه من واجبنا الاجتماعي نحن نقوم بدعم هذه الأنشطة. أمانة لما جاءنا أخونا حمد العلي بداية هذا البرنامج كان في إيمان تام بهذا الشاب أن يقدم شيء كبير وأن يقدمه إلى المجتمع، وهذا الشو لله الحمد خلال السنوات الماضية كان في تطور من سنة عن سنة، وإحنا متأمنين إن شاء الله أن يكون هذه السنة هي سنة يعني أكبر من السنوات الماضية. أنا أتشرف أني أكون للسيزن الثاني على التوالي بيكون مخرج في هذا البرنامج. مثل ما أنتم عارفين العام بلشنا في سيستم جديد، غيرنا الديكور 180 درجة، غيرنا طريقة الإخراج. هالسنة هذه طورنا على ديكور العام الماضي بحيث أن الديكور صار مثل لزمة معنا، لازمة صريحة معنا كديكور. غيرنا نظام الإخراج هالسنة، في تغنيات جديدة راح تكون، ما راح نشوف نظام التغليدي اللي شفناه العام أو أول العام أو غيره، وفي مفاجآت إن شاء الله ما بيحرقها مرة واحدة. ساهمنا هذه السنة كذلك ليس فقط في عملية الإنتاج والتصوير، ولكن كذلك في عملية خلق الجرافيكس المؤثرات والجرافيكس، كذلك ساهمنا في خلق الأفكار الإبداعية مع حمد ومع أفكار الفريق الفني اللي يشتغل مع حمد. قلنا شنو الجديد اللي احنا ممكن نقدمه؟ هالمرة خلينا الناس هي اللي تختار، اختاروا ضيوفهم، اختاروا المواضيع اللي تهمهم عن طريق استفتاء شارك فيه أكثر من 10,000 شخص. طلبوا منا ضيوف، طلبوا منا برامج، طلبوا منا مواضيع، هذه كلها داتا استلمناها وبناء عليها بنينا الموسم الثالث عفوا من برنامج مع حمد شو.